بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض مزارع إعلانية لإنتاج تمور البرحي والمجهول اليوم 26/7/2022. حبينا نصبح عليكم المصباح الحلو إخواني الأعزاء. اليوم هذا الفيديو بس خاص لأخونا حمزة الحميري الفرع من مزارع الأمير باليوسفية بغداد، وهاي الفسائل اللي عنده طبعا نفس أسعار مزارع الأمير، هو الرجل يبيعها. بس أخواننا من بغداد وأطراف اليوسفية قسم منهم يستصعب عليه يجي لدياله، فحمزة هناك ما يقصر الرجال، نفس الأسعار والأحجام موجودة، أحجام مثل هذه، هذا الحجم، هذا الحجم، يعني من 200 إلى 350 ألف حسب الحجم. موجود عند البرحي والمجهول وعجوة المدينة والقرنفلي، اللي مختص به المزارع الأمير موجودات. يا منطقكم العنوان بغداد اليوسفية، حمزة الحميري، مهندس حمزة الحميري الرجل هو المسؤول. أرقام تليفوناته راح تلقونها بأعلى الفيديو، 07823-6520-15، صفر الرقم الثاني 07-505-7420-0، الآسيا 077-16-93-3. أعيد الرقم الآسيا 077-16-93-3. طبعا بغداد اليوسفية، وموجود نفس فسائل مزارع الأمير احنا نجهز بيها، والرجل من ينطيكم الفسيلة ينطيكم وصل رسمي مختوم باسم مزارع الأمير. وهاي اللي تشوفونهن الفسائل، قمة نامية، قسم منهن سنة، قسم 9 أشهر، قسم ينزرع بالثالث بالتاسع، وإن شاء الله خير. هذا صنف البرح اللي جاي أصوركم إياه، وهاي الأمهات خير وبركة. طبعا عنوان مزارع الأمير، محافظة ديالة، قضاء المقدادية، منطقة الهارونية، تليفون 07723-48-1/0. أخوكم أبو جعفر الربيعي من أرض مزارع الأمير لإنتاج التمور البرحي والمجهول.